السلام عليكم. هذا واحد الحمام صغير غادي نعاودوا له الفصاله ديالو، الكونستالاسيون ديالو جديد ولكن ما خدموش مزيان. نمشيو بالنسبه للاخطاء اللي دايرين هنا، الطواليت خلاو ليها 50 سنتيم ومازال غادي ينزل لي يخرج واحد 2 سنتيم هنا في الحيط. هذه البلاصه اللي ما كافيهاش، والدوش داروا حدا الطواليت، يعني مساحه ضيقه بزاف. وهاد الجهه داروا فيها لافابو، لافابو فوق منه كتكون مرايا، الشوفو داروه حدا المرايا. شوف الخدمه عاوتاني كي دايره. دابا ملي غادي يجيبو الزليج يبقى هاد الكود هذا خارج الزليج، ها واحد سنتيم ونص ديال الزليج، ها هو هذا خارج 4 سنتيم ولا 3 ونص، ها هو هذا عاوتاني خارج. هي كتكرر نفس العمليه هنا، واخا الدريسي يبقى هذا خارج الدريساج. وبالنسبه للعلو ديال الميلونجور علاوه بزاف، عاطين فيه تقريبا متر وخمسة وثلاثين، بزاف متر وخمسة وثلاثين. إذا إن شاء الله غادي نتابعو معانا كيفاش غادي نعوضو هاد الفصالة هادي، وكيفاش يتفصل هاد الدوش هادا، يعني مكيكون دوش صغير كيفاش نقدرو نتعاملو معاه. وبالنسبة لبغينا نديرو شوفو ديال الضوء داخل الدوش شنو هي البلاصة الأفضل ليه، ماشي الأفضل يعني أصلا كاينة بلاصة وحدة اللي خصك ديرها في الدوش. إلا عندك دوش صغير عندك بلاصة وحيدة هي اللي عندك، معندكش جوج بلايص. تابعوا معنا ان شاء الله كيفاش نخدموا الانستالاسيون ديالو. النتيجه من بعد ما غيرنا الانستالاسيون كان الحمام لهيه والمرحاض مقابله مع الباب، ردينا الحمام مقابل مع الباب، المرحاض رديناها هنا وشوفوا فوق منها، حيت البلاصه اللي كتكون فوق المرحاض هي الوحيده ما فيها لا تقيب لا والو، هي اللي غادي يكون فوق منها الشوبه. البلاصه ديال ما على حساب المرحاض وعلى حساب الدوشيت صغيره، ولافابو خليناه بلاصتو، وكان الشوفو تما فوق لافابو راه حيدناه كما قلنا ورجعنا لهاد المكان هذا. قلنا دابا غادي نسدو عليهم ان شاء الله باش غادي ندريسيو هاد الدوش هذا، وغادي تلصق الكومباكتو. ومن بعد ما تدريسا كما قلنا الدوش بقى 70 سنتيم ديالو، المرحاض بقى تقريبا 65. شوفو فوق المرحاض ولافابو هاهو، شوفو حساب الفصالة كيفاش جات، كيف دير الطواليت هاهو كي جا، مشا خدمة مفينيوم ريكلا كلشي ميزان. لأني البلومبي لي خدم هنا قبل بغيناكم تدعيو معاه واحد الدعيوة الله يرحم الوالدين، هاد كتليكلا صاحبي، صاحبنا اش دارنا؟ من بعد ما دريسينا وخاص رجينا بزاف ولكن يحق داك الدريس، بصح مناش نخدم لنا شوف الكوش حق خارج على الدريس كان خارج 6 سنتيم، دريسينا ديال شي جوج سنتيم ونص، ومع ذلك 4 سنتيم باقا خارج، ها هي 4 سنتيم، 4 سنتيم باش بعيدة الرجل على الحيط، ها هو الكود كله خارج. كود بوحديتو فيه 4 سنتيم، هو الكود كله خارج الدريساج، بسببو حفرنا هاد الحفير هذا كامل. وكيما نبغيو نستوديو تلاحظوا معنا حتى الماكينة معندهاش كدير تدخل هنا باش غادي نستوديو هاد الآخر، حتى باش تستوديو هاد البلاصة هادي صعيبة، باش تنقص من هذا والكود تخليه يدخل، هو كله خارج من هنا خارج كامل. المهم متنساوش تدعيو مع صاحبنا شي دعيوة الخير. أشحال فيه ديال الزيادة؟ كان خصو يقطعو فهاد النيفو هذا. شحال خارج؟ هادي كلها خارجة، وحتى باش نقطعو تما شوف القضية شحال معدبة، نستعملو بهاد الطريقة هكا باش غادي نقطعوه، ندخلو هذا لهنا، داكشي علاش حفرت لي هاد الحفير هذا كامل، هاد الحفير كلو حفرتو باش هاد الموس غادي يدخل تما، بسم الله. استنى يوم سخوط الوالدين شحال خاصو يدخل، هادشي كلو خاصو يدخل. بالنسبة للصنايعية نوريكم شوية القوال بالنسبة للماكينة ديال بي بي ار كيفاش غادي نقدرو نستوديو. بحال دابا مثلا هذا بغينا نستوديو هنا، هذاك
طرفاني فيه خصني ندخل يدي هنا خصني ندخل يدي هنا باش غادي نسود. اذا دابا باش غادي نسودي هذا هنا خصني ندخل يدي لهنا قضيه معذبه. اذا كيفاش نتعاملوا معها؟ اذا هذه ما خداماش، غنوريكم الطريقه ديالها ان شاء الله. اذا شنو عندنا هنا؟ هنا عندنا النتوى، اذا غادي نديروا الذكر ديالها ما يمشيش من هذه الجهه، غادي يمشي الذكر ديالها في هذه الجهه هذه. قرب لي لهنا اخي. دابا تابعوا معنا الطريقه ديال السودور ديالها. اذا دابا هذا باش غادي تسودا نشوف هذه الطريقه هذه، وهذا كيمشي من هنا حتى هو من الجهه، كيمشي بجوج في اتجاه واحد. بدل ما تدخل يدك من اللي وتبقى معذب واحتمال تحرق واحتمال يركب عوج، من الافضل بجوج كيمشيو اتجاه واحد. إذن هو من بعد ما تسودا كيسودا بسهولة. إذا القضية غادي تبقى حامضة هنا، هذا دابا خصو يدخل تال لهيه، خصو يدخل تال لداخل وغادي تقطع ويتسودا، الماكينة ما تدخلش تما. إذا خصنا حل آخر عاوتاني كيفاش نتعاملو معاها إن شاء الله. مني غادي يبرد إن شاء الله نوريكم طريقة أخرى عاوتاني. إذا كنشدو شوف هاكا كنشدو صاحبنا تا هو كندخلو هنا. الحل الوحيد باش يمكن لينا نسوديو حيت الماكينة مغاديش تدخل لينا في داك الحيط تما لتحت. الساعة كدور ياك؟ آه. ركز معايا هنا باش هاكا. احنا صوبنا باش غادي نخدمو شي قضيه بحال هكا. تابعوا معنا الطريقه باش غادي نسوديوها ان شاء الله. صافي سير. اذا دابا من بعد ما سودينا المونشو هنا غندخلوه لبلاصتو. شو تقطعات فين خصنا نقطعو؟ خصنا نقطعو عند هذا المونشو هذا، وما عندناش غادي نديرو نقطعوه. اذا غادي نقدر نزيد شويه في الحفير هنا باش يدخل ليا الموس، عاد نقطع من هنا حتى البلاصه ما يدخل فيها لا منشار لا موس. بعيده بزاف كما كتلاحظوا، ها فين تقطع خص يكون في هذا الخط هذا. حفرنا هذا الحفير هذا كامل باش يدخل الموس. هاو داس كما قلنا هنا الماكينه ما غاديش تدخل. هنا الماكينه ما عندهاش كيدير الدخول. اذا الحل ها هو صوبنا هذا كما صوبناه قدامكم. ها هو إذن
كتبقى شاد غير واحد 5 ديال الثواني ولا 6 ديال الثواني وغطلق في قطعة صغيرة. اذا صاحبنا هو بعد ما كمل راه منطلق دابا حاليا دابا هو فين هنا مع الحيط قال لي دابا غير نسد عليه وركب السيف وان شاء الله نديرو فورما اذا بعد ما كنكملو الكي في سي ديالنا بعد ما غطينا داك القادوس كنخرج وركبنا السيفون غادي يكون كومباكتو في الارض وفي الحيط اذا ثلاثه الجهات خاصها تمشي تقريبا ميزان هاد الجهه هادي راه غادا ميزان هاد الجهه ميزان غادي يكون غير شويه لافونجي في السيفون فقط ما بقى لنا الا لصفوز ليش ان شاء الله اكون فاطمه